السلام عليكم ورحمة الله، أنا هشام من قناة مختصر الزراعة. إخوتي الكرام، اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع جدا مهم وهو حفار الساق. دائما سألتوني عنه. هو عبارة عن كائن حي أو حشرة تقوم بحفر السيقان ومن ثم تقوم بصناعة الأنفاق في السيقان وتبدأ الشجرة بالتصمغ أو تحفر الأفرع مثل ما احنا ملاحظين هون. شوفوا هذا حفار الأفرع، شوفوا كيف هذا الفرع محفور وداخل فيه، هذا الفرع شوفوا كيف محفور وداخل فيه، هذا اسمه حفار الأفرع وحفار السيقان. إخوتي الكرام، هون في عنا إصابة بالغة بحفار الساق، أفرجيكوا إياها في الزيتون كيف تعرفها. هذه عبارة عن بودرة أو نشارة خشب، نشارة خشب رسمي، نشارة شايفين كيف شكلها، هي بكون شكلها بهذا الشكل. إذا بتشوف هذه النشارة في منتصف الشجرة أو على الأرض، على أرضية الشجرة إخوتي الكرام، هون بتدور الشجر كامل. إذا بتشوف أي نشارة موجودة على داير الشجرة معناته أنت عندك حفار ساق. هون مثل ما ملاحظين الإصابة هيها، إصابة حفار الساق هيها، هو حافر الساق وبالتالي منزل الخشب في هذا المحقان. وسبحان الله الإصابة أجت 100% مع الفيديو عشان تستفيدوا وتعرفوا كيف بدنا نشتغل في حفار الساق. إخوة الكرام، أول وأهم معلومة بدي أحكي لكم إياها وهي أنه حفار الساق بيجي على الشجر العطشان التعبان اللي ما فياته مي، اللي عوده ناشف. فكل ما كان شجرك رويان بانتظام فانت لغيت اول سبب لوجود حفار الساق. دائما الاشجار العطشانة بيكون فيها حفار ساق، هاي اول قانون. ثاني قانون ليش بيجي حفار الساق؟ عدم الاهتمام في الارض وعدم حراستها وترك الاعشاب ملاصقة للاشجار. اخوة الكرام، انا علمتكم وقلت لكم لازم هسه نحرث الارض، هذا الحكي في فيديوهات سابقة. هاي ثاني نقطة، يعني انت لما تكون في هون عشب طالع، هو عبارة عن جسر لكل الآفات تطلع على الشجرة، مش بس حفار الساق. حتى لو في نمل بده يطلع على الشجرة أسهل عليه إنه يطلع على الشجرة ويجيب المن ويطلعه على الشجرة. أكيد يا جماعة بخطر في بالكم سؤال، كيف بدي أتجنب حفار الساق؟ أول إشي بروي ري منتظم، ومن ثم برش مبيد حشري بعد التقليم. مبيد حشري حكيت لكم لما تقلم مبيد حشري عشان ما أسمح للحشرة تفوت بعد التقليم، وأيضا حراسة حكينا عنها قبل شوي، حراسة الأرض. وأخيرا وللأسف استخدام مبيد الحشري، رش المبيد الحشري بشكل عام على الساق وعلى الشجرة بشكل عام وبشكل متواصل. هذا الشيء أنا وصيتكم على الزيتون ترشوا مبيد حشري تبع البسلة، هذا رش كله بكافح كل أنواع الحفارات وبالذات إذا أنت كنت راوي داير بالك. في عنا حفار للوزيات اسمه الكابنودس، أنا في عندي فيديو راح أفرجيكم إياه هسه لأني كنت صايده قبل كم يوم. شوفوا يا جماعة الخير، هذا هو حشرة الكابنودس. أنا راح أعمل الفيديو، معلش هذا مقطع قبل الفيديو. فهيها الحشرة شايفين كيف شكلها، صرصور مثل ما أنتم ملاحظين، هيها بتتحرك، أبيض الرأس طبعا أبيض تمام. وبالنسبة هذا هو حفار الجذور، هذا بحط يرقته ديدان في الجذور. اللي بشوف هاي الحشرة موجودة على أشجاره يتصرف بسرعة ويبدأ بمكافحتها فورا. المكافحة تبدأ من أنه نمسكها باليد ونقتلها، وأيضا الشغل في الشجر مثل ما راح أقولكم في الفيديو الكامل إن شاء الله. تيجي بتبيض هون في التربة تمام، بتبيض في التربة هاي الكابنودس، بدخل اليرقات، بس بيض في التربة اليرقات تبعتها بتلاقيها موجودة في الجذور، بتبلش تأكل في جذور الشجرة الكابنودس. هذا الكابنودس دمار، أبو راس أبيض هذا، بس تشوف أمصع رقبته، اقطع راسه فورا، اكسر راسه لانه كارثه ومصيبه. هسه هو بس يفوت في الجذور بيدخل وبتغلغل الشجره وبيدمرها ومن ثم بيطير. كيف نعرف حفارات الساق او نكشفها على الشجر؟ اول شيء تصمغات في اللوزيات، اللوزيات دائما تصمغات، يعني اذا في تصمغ معناته في عندك حفار الساق. هذه الحشره غلبتكم الان، بدي افرجيكم كيف طريقه حلها. اخوتي الكرام، تحضر السرنجه، اول شيء الحقن، راح اعطيكم مادتين فعالات للحقن. هذه كلوروبايرفوس اول ماده ودائما حكيت لكم عنها، كلوروبايرفوس 48% ان شاء الله تكون مبينه معكم. الماده الثانيه سجلوها عندكم ترايزوفوس اذا لقيت هاي الماده الفعاله، هاي ماده ايضا تستخدم لحفار الساق. بسم الله الرحمن الرحيم، وركزوا معي كثير في هذه النقطه، بسحب لي كميه من المبيد بالسرنجة، هذا المبيد سك خالص، ثم أقوم بوضع السرنجة، طلع لوين بتفوت، ها بدور على الثقب، هاي الثقب طالع هيك طلوع، ها هاي طالع طلوع، ومن ثم أقوم بضخ المبيد جوا، شايف كيف؟ بدي المبيد زي هيك يسوي جوا، قدر الإمكان تضخ كمية مبيد، شوفوا كيف، ها ضخيته جوا الثقب.
مثل ما انتم ملاحظين. بعد الحقن اقوم باتلاف الابره اتلافا كاملا عشان ما حد شيء يستخدمها، لانه هاي ابره ومسممه يعني فوق المشاكل. والحقن بيكون بالزيتون انا استخدمته، مع انه كميه الثقوب احيانا بتكون كثيره ولكن جدا فعال. بعد ما تحقن طينه من الارض، شو تخلط لك خلطه طينه وكبسها هيك سكر عليها، فانت خلص حقنت وسكرت كل الثقوب اللي بتشوف عندها براده. بالنسبه لللوز، الصمغات الموجوده في الاشجار المشمش واللوز نفس الطريقه، بتحفر نفس الصمغ بتحفره، لما تفوت جوه احقن وسكر. النقطه الثانيه والاضافيه والمهمه، نفس المبيد هذا كلوروبيرفوس وترايزوفس يتم سقايته في التربه مع مياه الري. طيب قديش نحط يا مهندس؟ 50 مل لكل شجره، كل ما كثرت افضل، عشان يدخل المبيد في التربه مع السقي ويمشي في عروق الشجره ويطلع ويقتل الحفارات من الداخل، غير الحقن اللي انت حقنته. بالنسبه للنخيل اخوتي الكرام، يتم الحقن بنفس الطريقه ونفس المواد الفسفوريه المتبخره في النخيل يتم حقنها بنفس الطريقه. معلومه مهمه جدا للنخيل، لانه النخيل في حفله فيه، لما انت بتيجي بتخلع النخلة. على فكرة أنا بصور مقطع بدي أفرجيكم إياه، هذا مقطع للنخيل خاص نص. يعني إخوتي الكرام، أحد الطرق الشائعة في تكثير النخيل وهي التكثير بالفسائل. أصحاب النخيل بس يشيل الفسيلة هاي، شو بحط؟ جبس، الجبسين خفيف، بخلط مع مبيد حشري مع الجبسين عشان يسكر الجرح. ليش؟ لأنه سوسة النخيل بتكون موجودة في آخر الدنيا، بتشتم رائحة هذا الجرح المفتوح في النخيل وبتيجي بتغز عليه وبتدخل، وإذا دخلت سوسة النخيل يا ويل ويل النخيلة ويا ويل ويل صاحبها، وهو بس يكافح فيها صعب جدا، بدها حقن وبدها سقي وبدها بهدلة. المعلومات اللي حكيت لك إياها في هذا الفيديو، لو بتركز فيها وتجمعها في ورقة عندك تكتبها، صدقني إنه إن شاء الله راح تقدر تتغلب على الحفار. وآخر نقطة أخوة الكرام بدي أحكي لك إياها، إذا كان في عندك إصابة حفار ساق قوية في بعض الأشجار وكنت بدك تتخلص من الفروع، ياريت إنك تحرق هذه الفروع حرقا. لو قصيت، او مثلا انا عندي شجره الزيتون هذه شفت فيها حفار افرع، هسه شفته هون وشفت فيها حفار ساق هون، تمام؟ فانا قصيت مثلا، بدي اقلم بوقت التقليم، شفت هذا الفرع طالع كثير فوق، بدي اقصه. لما اقصه هذا الفرع ما بخليه بالارض ولفتره، وخصوصا تطلع عليه الشمس وتطلع عليه الربيع، بمسكه بوديه على المحرقه وبحرقه، لازم احرقه. دائما حاول احرق فروع الاشجار كلها، حتى المصابه والمش مصابه. حفار اسرع ما يمكن انتقاله. بس اخوتي الكرام، بديش اطول عليكم، والله انا صراحه الفيديو راح يكون طويل شوي، بس في معلومه وافيه عن حفار الساق اللي سالته عنه كثير. فصفت اخوتي الكرام، اخر شيء نرش ساق الشجره، غير السقي والحقن ظلت شغله، نرش ساق الشجره بالمبيد. ساق الشجره بجيب مبيد بخلطه خلط عادي، برش ساق الشجره كاملا، ومن ثم برش رشه كامله عادي، بتكون بنفس تركيز الاوراق. قديش تركيز الاوراق؟ اقرا على العبوه واعرف وامشي على العبوات دائما. اتمنى انكم استمتعتم واستفدتم بهذا المقطع، اتمنى ما ننسى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد. اتمنى ما ننسى الاشتراك في القناه، كان من الدعم والتحفيز. بارك الله فيكم، كان معكم اخوكم هشام من قناه مختصر الزراعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.